السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم طلاب الصف الحادي عشر في درس جديد لمادة تكنولوجيا المعلومات المسار التكنولوجي وحدة تطوير مواقع الويب 2 درس التصميم المتجاوب الجزء الثاني. في الحصة السابقة تعرفت على مفهوم التصميم المتجاوب ومفهوم إطار العرض واستعلام الوسائط، أما في درس اليوم سنستكمل معا إنشاء مخطط لموقع الويب المتجاوب واستخدام ميزة محاكاة الجهاز المتوفرة في Microsoft Edge Device Emulation. تعرف على أهداف درس اليوم. الهدف الأول التعرف على آلية تصميم صفحة ويب متجاوبة. الهدف الثاني تنسيق شريط التصفح لصفحة الويب المتجاوبة. الهدف الثالث استخدام استعلام الوسائط لروابط شريط التصفح في ملف CSS. الهدف الرابع إضافة استعلام الوسائط الخاص بالصور في ملف CSS. والهدف الخامس استخدام محاكاة الجهاز Device Emulation في Microsoft Edge. تعرف على المصطلحات العلمية وعناصر CSS و HTML الخاصة بدرس اليوم. أولاً، صور متجاوبة معناها Responsive Image، ويكون عنصر CSS الخاص بها هو .Responsive Image. إظهار العنصر في سطر جديد نستخدم عنصر Display، ويكون Display Block. لإظهار العناصر في سطر واحد نستخدم Display، ويكون Display Inline. لعدم تغيير محاذاة العناصر نستخدم العنصر Float، ويكون Float None. الهدف الأول التعرف على آلية تصميم صفحة ويب متجاوبة. تذكر أن لتصميم صفحة ويب متجاوبة يتم دمج استعلام الوسائط Add Media مع وسم ميتا وإطار العرض Viewport. وسيكون خطوات تصميم صفحة ويب متجاوبة لدرس اليوم هو كالتالي: أولاً، إضافة إطار العرض Viewport في رأس مستند HTML كالتالي. ثانياً، تنسيق شريط التصفح لصفحة الويب المتجاوبة. ثالثاً، إضافة استعلام لمحتوى شريط التصفح في مستند CSS كالتالي. رابعاً، إضافة استعلام لوسائط الصور في مستند CSS كالتالي. وأخيراً، استخدام محاكاة الجهاز لاختبار مظهر الموقع على الأجهزة المختلفة كالتالي. الهدف الثاني تنسيق شريط التصفح لصفحة الويب المتجاوبة. باستخدام HTML قمنا بالسابق بإنشاء قسم لشريط التصفح وقمنا بتسميته باسم TopNav. سنقوم الآن باستخدام مستند CSS خارجي لتنسيق هذا الشريط. سنبدأ أولاً بإضافة خلفية لونية لشريط التصفح باستخدام الأوامر التالية: .topnav overflow hidden، ومعناها أننا سنقوم بإخفاء النصوص الزائدة عن مساحة شريط التصفح. background color RGB 111112، ومعناها أن ستكون خلفية الشريط لونها أسود. وسيكون ناتج هذا الأمر كالتالي: ثانياً، سنقوم الآن بتنسيق القائمة غير مرتبة، وسنقوم باتباع الأنماط التالية: List Style Type None، معناها أننا لن نتم وضع نمط جديد للقائمة وسنلتزم بالنمط الافتراضي المعروض. الهوامش Margin Equal 0، والفراغات بين النصوص Equal 20 Pixel. Overflow Hidden و Background Color None، معناها أنه لن يتم تنسيق خلفية لونية للقائمة الغير مرتبة، وسيتم اعتماد لون خلفية الشريط فقط. ثالثاً، سنقوم الآن بتنسيق عناصر القائمة: .topnav li display inline، ومعناها أن جميع عناصر القائمة ستكون في سطر واحد. float none، معناها أنه لن يتم تغيير محاذاة العناصر، ويكون ناتج هذا الأمر كالتالي: وأخيراً .topnav A، سنقوم باستخدامه لتنسيق شكل الروابط التشعبية. سنبدأ أولاً float right، ومعناها سيتم محاذاة عناصر الروابط التشعبية لليمين. display block، معناها أظهر العناصر بشكل عمودي وبسطر منفصل، وسيتم تنفيذ أو وضوح هذا الأمر عند تصغير حجم الشاشة إلى
حجم أقل. Text Align Center معناها وضع محاذاة النصوص في الوسط Padding 10 بكسل، أنه سيكون الفراغ بين النصوص 10 بكسل. Text Decoration None، لن يتم وضع زخارف للنصوص، وسيكون ناتج هذا الأمر كالتالي: سنبدأ الآن بتنسيق شريط التصفح باستخدام ملف CSS. أولاً، سنقوم بتنسيق لون خلفية شريط التصفح باللون الأسود كالتالي: dot, top nav, overflow hidden و background color black. ثانياً، سنقوم بتنسيق القائمة غير مرتبة كالتالي: dot top nav ul. ثم سنقوم الآن بتنسيق عناصر القائمة li dot top nav li display inline، بمعنى أنه سيتم عرض جميع عناصر القائمة في سطر واحد، وفلوت نان، أي لن يتم تغيير المحاذاة. الآن سنقوم بتنسيق الروابط التشعبية dot top nav a. قم بحفظ التغييرات.
عند الذهاب إلى صفحة الويب ستجد أنك قمت بإنشاء شريط متصفح. لو نرى بدء تشعبية بيضاء وجميع عناصر القائمة في سطر واحد. الآن قم بالإجابة على السؤال التالي، طابق المقطع البرمجي مع المخرج المناسب له. والإجابة الصحيحة هنا هي كالتالي: الهدف الثالث استخدام استعلام الوسائط لروابط شريط التصفح في ملف CSS. في هذا الهدف سنقوم بتغيير مظهر روابط شريط التصفح بحيث يظهر كل رابط في سطر منفصل وأسفل بعضهما البعض في شكل رأس عمودي. وسنقوم باستخدام استعلام الوسائط كالتالي: Add Media Screen and Max Width 700 Pixel، ومعناه أنه إذا كان عرض الشاشة أقل من 700 بيكسل قم بتنفيذ التالي: قم بضبط روابط شريط التصفح بحيث تكون float none، ومعناها أنها لا تخرج عن الإطار الخارجي لشريط التصفح display block، ومعناها أن كل رابط من روابط شريط التصفح سيكون في سطر منفصل وسيظهر شريط التصفح بشكل عمودي كالتالي. سنقوم الآن بإضافة استعلام الوسائط لروابط شريط التصفح. أولاً قم بإضافة Add Media، وقم بإضافة التعبير Screen and Max Width 700 Pixel. قم بضبط مظهر الروابط كالتالي: .nav A، اجعل float equal none، اجعل display equal block، واجعل width equal 100%. قم بحفظ التغييرات. عند الذهاب إلى صفحة الويب وعند تغيير عرض الشاشة ستظهر عناصر شريط التصفح أو روابط شريط التصفح كل رابط في سطر منفصل بشكل عمودي كالتالي. قم الآن بالإجابة على السؤال الآتي، صحح الكود التالي: طبقا للكود الموضح إذا كان عرض الشاشة أقل من 800 بكسل ستظهر عناصر شريط التصفح بشكل عمودي. والإجابة الصحيحة هنا أنه لتظهر عناصر شريط التصفح بشكل عمودي سنقوم بتغيير Display from inline to Display block، وذلك لعرض عناصر شريط التصفح كل عنصر في سطر منفصل وبشكل عمودي. الهدف الرابع إضافة استعلام الوسائط الخاص بالصور في ملف CSS. سنقوم الآن بإضافة أكثر من نوع من استعلام الوسائط لجعل الصور أكثر تجاوباً. سنستخدم أولاً Add Media On Screen and Max Width 900 Pixel، ومعناها أنه عندما تكون الشاشة بقيمة 900 بكسل أو أقل ستكون الصورة متجاوبة بحيث تظهر بعرض يساوي تقريباً 50% من عرض الشاشة مع ضبط الهوامش 6 بكسل. أما عند استخدام Add Media On Screen Max Width 700 بكسل معناها أنه عندما تكون عرض الشاشة 700 بكسل أو أقل ستكون الصورة متجاوبة بحيث تظهر بنسبة 100% من عرض الشاشة. يمكنك أيضا ضبط ظهور الفيديو بحيث يكون أقصى عرض له هو 100% من عرض الشاشة، وضبط أيضا كل من الارتفاع والهوامش بقيمة أوتو ليتكيف مع عرض الشاشة. Display Block أي سيقوم عرض الفيديو في سطر منفصل.
سنقوم الآن بإضافة استعلام الوسائط للصور لجعل الصور أكثر تجاوبا في صفحات الويب المتجاوبة. نبدأ أولا بأد ميديا أون سكرين أند ماكس ويدث 900 بيكسل. قم الآن بكتابة dot responsive image وقم بضبط كل من ال width وال margin كالتالي. سنقوم باتباع نفس الخطوات ولكن at media on screen and max width equal 700 pixel. قم الآن بكتابة dot responsive image وقم بضبط الـ weights equal 100%. الآن سنقوم بضبط الإعدادات الخاصة بظهور شكل الفيديو كالتالي. قم بحفظ التغييرات. عند الذهاب إلى صفحة الويب وعند تغيير حجم صفحة الويب، أولاً عند تغيير الحجم إلى حوالي 900 بيكسل تكون الصورة حوالي 50% من عرض الشاشة، وعند تغيير عرض الشاشة لأكثر من ذلك تصبح الصورة في حجم equal 100% من حجم الشاشة. الهدف الخامس استخدام محاكاة الجهاز Device Emulation في Microsoft Edge. ولاستخدام محاكاة الجهاز Device Emulation في Microsoft Edge، أولاً نذهب إلى Microsoft Edge ثم نضغط على Control plus Shift plus I تظهر لنا هذه النافذة، وعند الضغط على السهم الصغير واختيار Emulation تظهر لنا نافذة أخرى يمكننا من خلالها اختيار نوع الديفايس الذي سيقوم بعرض صفحات الويب المتجاوبة. سنقوم الآن باستخدام أداة Device Emulation من أدوات Microsoft Edge. قم أولاً بالضغط على Control Shift I من لوحة المفاتيح. قم بالذهاب إلى هذا السهم
واختيار Emulation. يمكنك الآن باختيار نوع الديفايس الذي ستقوم باختبار عليه صفحات الويب المتجاوبة، وليكن سنقوم باختيار هنا آيفون 7. تجد أن جميع محتويات الصفحة أصبحت متجاوبة لكي يتم عرضها على مساحة الشاشة الجديدة.